والمرحبوره تعرف لا شوف الكاميرا يا جماعه كنت سبع فلو احكي ما بيعرف هو ولا بيعرف وين كانت اهم شيء بدي اوضح انا طلعت عليه بس العمل كفريق كان كثير مهم والاهم
وقت الواحد بيشتغل ليتعلم انه عرفان انه هو عم يشتغل مع فريق انه في عالم احسن منه في عالم اضعف منه شخصيات مختلفه ما في حدا مثل الثاني كل حدا عنده نقطه قوه معينه مستحيل مو منطقي 31 واحد اجتمع طلب واحد ما في منطق بيعطينا انه مستحيل ما في بدي اقول له بس عم استنى اليوم اللي اشتغل فيه شيء عن جد يرضي طموحي ويرضي الجمهور اللي انا بدي اتوجه له لحتى اتصل فيه اقول لك استاذ حكيم انا اليوم تخرجت من الدوره بشكل